جروبس الماميز بقت حاجة أساسية في حياة الأسرة المصرية تقريبا، لأنه المفروض أنه من خلالها بيتم متابعة كل شيء خاص بالأطفال في المدارس، سواء كان المطلوب منهم أو الواجبات أو أي شيء متعلق بالطفل في المدرسة. ولكن الجروبس دي زي ما هي مصدر مهم لأي أسرة لكل المعلومات الخاصة بدراسة أبنائهم، بقت كمان واحدة من أهم مصادر الإشاعات، وخصوصا الفويس نوتس اللي بتتبعت عليها من مصادر مجهولة. وطبعا ده بيسبب خوف بين الناس وخلاص، وفجأة برضو بتلاقي نفس الفويس ده انتشر وبقى مبعوث في كل حتة ولكل الناس، ولأن ده طبعا الموسم بتاع الفويس نوتس واللي دايما بتنتشر بقوة في وقت الدراسة. هيكون معانا دلوقتي على زوم صانع المحتوى عمرو الحكيم، صاحب بيج الكلام على ايه والمتخصص في تصحيح الأخبار. ازيك يا أستاذ عمرو؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. في البداية عايز أعرف من حضرتك، اشمعنى جروب الماميز اللي دايما بينتشر عليها الإشاعات؟ طيب انا هقول لك، هو سنة 1948 كان في واحدة من الماميز طبعا انا اللي بقوله ده كلام فاضي، وانا ممكن بنهزر اطلع اكيد اشاعة دلوقتي. دلوقتي. اشاعة. انا ممكن اطلع اشاعة بسهولة جدا، فواضح ان دلوقتي بقى انك تطلع اشاعة دي حاجة اسهل حاجة، صح. وانك تطلع معلومه كده والناس تصدقها بقت من اسهل الحاجات اللي بتحصل في ايامنا. فجروب الماميز دايما هو اكتر جروب بيبقى فيه كلام، ودايما بيبقى فيه ديبيتس، فتلاقي يعني يمكن ده من الاسباب الرئيسيه ليه جروب الماميز ممكن يكون مصدر الاشاعه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، بما ان انا برضو مامي من الماميهات دول، انا بتهيألي انه يمكن من كتر ما في ستات كتيره جدا بيتفرجوا على معلومات مختلفه من على السوشيال ميديا، بيكون عندها معلومه من هنا ومعلومه من هنا ومعلومه من هنا، وكل واحده بيبقى عندها معلومه من حته، فبيبتدوا يعملوا شير للمعلومات اللي هم اتفرجوا عليها على مدار اليوم على الجروبات دي، وهم فاكرين ان هم كده بينصحوا الامهات التانيه. فاهم قصدي؟ ايوه، هو كمان اعتقد هم عشان قلب الام والتوتر اللي عندهم بيبقى دايما يمكن اعلى سن، والخوف على الطفل والخوف على المدرسه وكده، فده ممكن بيساعدهم انه اول ما يشوفوا حاجه موتره او بتقلق ما بيروحوش لان هم يدوروا على المعلومه الاخيره، هو بتروح منطلقه على طول انا عايز انبه الناس كلها انها تاخد بالها من الحاجه دي، فبتجيب ربع المعلومه وتزود عليها ما هي تتوقعه انه ممكن يقوم بقيه المعلومه وتقولها بقى. ويمكن ساعات كمان بتكون المعلومه اللي احنا بنتفرج عليها اساسا مش صح، وده اللي ياخدني لتاني سؤال لحضرتك، لان برضو مش عايزين نقول بس انها جروبات الماميز، يعني هو ده بيحصل في اي حته. ليه الناس اسهل حاجه عندها ان هم ينشروا معلومه من غير ما يتاكدوا طبعا من صحتها؟ دي حاجة أنا شخصيا مش قادر أفهمها، لأنه إحنا زمان يمكن كان المعلومة اللي بتجيلنا هي دي اللي لازم، يعني المعلومة ما عندكش مصدر تاني ليها غير الشخص اللي إداها لك، لكن دلوقتي بقى الشخص في إيده التكنولوجي والتليفون والإنترنت وكل الحاجات اللي تخليك في ثانية تقدر تأكد المعلومة دي صح أو غلط. يعني إحنا ابتدينا من زمان وكان بيبقى صورة كده عجيبة، تلاقي مثلا عصفورة عليها راس مش عارف إيه، والناس تصدق وتبعت وتقول اتفرجوا وشوفوا العجايب وكده. ودلوقتي كان يعني فات بقى في وقت كبير جدا على الحاجات دي المفروض تكون انتهت، فمش عارف ليه لغايه دلوقتي لسه ممكن شخص ياخد معلومه ويقولها من غير ما يتاكد منها. وبعدين يعني لو تابعوا الكلام على ايه هياخدوا المعلومه اللي تعبنا عليها، وبقى زي الكلام على ايه حاجات كتيره قوي في السوشيال ميديا، ناس بتدور وبتعمل المجهود وتقول لك المعلومه، فما بقاش الموضوع متعب انك تلاقي المعلومه الصح. طب بما ان انت معانا بقى يا استاذ عمرو، احنا هنستغلك وتقول لنا ايه رايك في اخر فويس واشاعه انتشرت في كل تقريبا السوشيال ميديا، والخاصه بانه في تعابين مسممه للطماطم. دي كسرت الدنيا، دي راحت في كل حته. طبعا انا مش عارف مين اللي طلعها، بس اللي خضني اكتر هو كم الناس اللي صدقت. يعني شفت الوزاره نفسها دخلت تدافع، وجلوكل دخلوا اتكلموا على الموضوع، يعني بصراحة كان انتشار الحاجة واضحة زي الشمس، يعني انها ممكن ما تبقاش حقيقية، انه التعبان عض كان التعبان عض الطماطماية، فالسم دخل جوه، فانا لو كلت بقى الطماطماية دي هيجيلي السم ده. يعني معلومة غريبة جدا وسهلة قوي انك تأكد صح ولا غلط، ومع ذلك انتشرت انتشار غير عادي. فانا الصراحة بيني وبينك يعني مستغرب حاجة زي كده جدا، ومش فاهم ليه حاجة زي كده ممكن تنتشر بالسرعة دي.
طيب هل السبب في انتشار الفويس نوتس دي انه بيكون في انسان بيتكلم فالناس بتحس انه ممكن يكون حقيقي؟ يعني الشخص اللي بيدي المعلومة نفسه ممكن يكون عنده القدرة ان هو يوصل لك المعلومة مثلا بطريقة بسيطة طبعا بالرغم ان المعلومة ممكن ما تكونش صح، فهل فكرة وجود انسان البادي لانجوج بتاعته وطريقته وهو بيتكلم مقنعة ده بيخلي الناس انها تصدق من غير ما يرجعوا تاني يشوفوا هل المعلومة دي صحيحة فعلا ولا لا؟ طبعا احنا بنشوف ده في السوشيال ميديا. احنا لما بتتكلم، لو انت واحد يعني الطريقه اللي بتتكلم بيها والبودي لانجوج زي ما بتقولي اللي بيتكلم بيه بيفرق جدا في استقبال الشخص للمعلومه. انا لما ابتديت الكلام على ايه، واحده من الحاجات الاساسيه عندي كان ان انا عايز ابريزنت بطريقه بروفيشنال، بطريقه كلام واضحه، مش عايز ابقى اكون بهزر ازيد عن اللزوم علشان المعلومه لما توصل للشخص ما يستفهاش. النهارده حد بيبعت على جروب المفروض ان انت ام ومسؤوله والكلام ده كله، فانت عندك مسؤوليه والريسبونسبيلتي دي انت مش واخداها كده وخلاص. فلما تطلع وتتكلم بتون في انها عملت المجهود ودورت، الشخص اللي بيستقبل المعلومه ممكن يعني يستسهل انه يصدقها من انه يروح يعمل المجهود. فهي كده بتستغل يعني الكاريزما سوري فهي كده بتستغل الكاريزما بتاعتها في حاجة غلط. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال يعني عايزينه يكون عملي شوية. أنا بتلقى معلومة من على السوشيال ميديا، إزاي أعرف المعلومة دي صح أو غلط؟ إيه هي الخطوات اللي أنا المفروض أعملها قبل ما أنشر أو قبل ما أنا أصلاً أصدق المعلومة دي؟ يعني في العصر اللي احنا فيه ده بتاخد ثانيتين دلوقتي. يعني انا شخصيا مثلا اول حاجه عملتها ان انا رحت واخد، دلوقتي بقى في كميه اي اي وتكنولوجي متقدمه جدا، ان انا اخد الصوره واصورها وابعت له اقول له ايه ده، فيقول لك ده كذا، ده ممكن يبقى كذا، خلي بالك من كذا، طب الكلام ده خطر ولا مش خطر. فحتى اللي هو الشات جي بي تي او الحاجات اللي طالعه دلوقتي الايام دي بقى سهل قوي انك تبعت له المعلومه او الصوره او الفيديو اللي انت شايفه ويأكد لك ده ايه او يعني ينفي لك المعلومه. لكن ابسط من كده كمان في جوجل، خش على جوجل بتقول انا شفت طماطمايه فيها نقطتين ده ممكن يبقى ايه، هيقول لك وهيديك صور وتشوف تحاول تربط الريفرنس هل ده اللي انا شايفه قدامي ولا لا. في مليون طريقه ان انا اكد المعلومه، بالظبط ابسطها انك تسأل اللي جنبك. مظبوط. صانع المحتوى عمرو الحكيم بشكرك جدا على المداخلة. شكرا.